لكم وصفة طبيعية 100% لإزالة حروق الشمس والتصبغات. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم وصفة جميلة جدا كلنا بنحتاجها في الصيف وخصوصا في المصايف لإزالة حروق الشمس والتصبغات. الوصفة بتاعتنا هي سكراب أو مقشر طبيعي 100% من مكونات موجودة عندنا في البيت. المقشر بيتكون من نعناع ناشف ودقيق ومية. لازم نعناع ناشف، معلقة كبيرة من النعناع الناشف ومعلقتين كبار دقيق ومية. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق وهنزل فيه معلقتين كبار دقيق، عليهم معلقة كبيرة نعناع ناشف، وهقلبهم. هعجنهم بالميه. انا عايزه الخليط بتاعي سايل بس مش سايل قوي. لو عايزين تعجنوا بالحليب براحتكم. حلو قوي القوام ده. هستخدم الماسك ازاي؟ اول حاجه بغسل بشرتي كويس جدا بالميه الدافيه، وبعدين بنشفها بطريقه الطبطبه عشان افتح المسام، وبعد كده بفرد الماسك على بشرتي كده بالمنظر ده، وبسيبه ينشف خالص. وبعد ما ينشف بفركه بحركات دائريه. وطبعا النعناع الناشف هنا بيعمل مقشر او صنفرة للبشرة. هي دي اسهل طريقة. وبعد ما ينشف خالص وبعد ما افركه من على وشي بغسل وشي بمية باردة. هي دي كانت وصفة النهاردة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.